وإيه معنى الآية أن الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد؟ وإيه الفرق بين ربنا يجرب إنسان أو يمتحن إنسان؟ والتجربة بتبقى حدودها قد إيه ولغاية إمتى؟ وهل في ناس ممكن تهلك بسبب التجربة اللي ربنا جربنا بيها؟ كل الأسئلة دي هتبقى موضوع حلقتين، الحلقة بتاعت النهاردة والحلقة بتاعت الأسبوع الجاي من برنامجكم بدون عنوان. أهلا بيكم، عشان ما رحبتش بيكم في الأول أنا فضلت الأول أقول لكم موضوع الحلقة وبعدين نبتديها مع بعض في محاولة إن إحنا نجاوب على الأسئلة اللي أنا سألتها في موضوع التجربة. السؤال الأولاني، هو ربنا بيجرب الإنسان؟ الآية واضحة، الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد. أمال إيه اللي بيحصل؟ عايزين نفهم في فرق بين نوعين. النوع الأولاني إنسان زي ما بيقول لنا القديس يعقوب في رسالته إن الإنسان ده انخدع من شهوته. يعني إيه؟ يعني مشي في سكة غلط من الأول. إنسان اتعرف على إنسانة غير مناسبة، إنسانة شريرة، والعاطفة تملكته وبعدين حبها وارتبط، وبعدين بقى ابتدت المشاكل تبان، فيقول لك أنا مش عارف ربنا جربني في جوازتي ليه؟ الحقيقة ربنا ما جربكش في جوازتك، أنت اللي بملء إرادتك. إنسان غلط غلط معين ونتيجة الغلط ده جاله مرض معين، فيقول لك ربنا بيجربني بالمرض ده ليه؟ الحقيقة لا، أنت اللي انجذبت من شهوتك ووقعت في خطية سببت لك مرض، وهكذا وهكذا. يبقى أول نوع من التجارب دي تجارب الإنسان هو السبب فيها، هو اللي دخل في مغامرة غير محسوبة، ما سألش أب اعترافه، ما سألش ربنا، وورط نفسه في مشكلة وتجربة كبيرة أوي، يمكن خسر فيها فلوسه، خسر فيها صحته، وبعدين يجيبها في ربنا. النوع الثاني من التجارب تجربة بيقوم بيها عدو الخير لأنه شغلته كده إنه يمتحن ويحارب ولاد ربنا. زي بالظبط ما كان بيعمل في قصة أيوب، لأن الشيطان بيحسد ولاد ربنا على محبة ربنا ليهم. وكل اللي عاوز يعمله الشيطان إن يهلك أكبر قدر من البشرية، فيبتدي يحارب. طيب هل الشيطان مطلق الحرية في الحرب دي على ولاد ربنا؟ الحقيقة لأ. التجربة اللي بيقوم بيها الشيطان ضد ولاد ربنا، خلي بالكم اللي انا هقوله لان الكلام هنا هيكون دقيق قوي، فخلي بالكم معايا، بتكون بسماح من الله وفي حدود قدرة الانسان. يعني ربنا بيبقى عارف ان التجربة دي ما يحتملهاش الانسان ده. يعني اديكم مثلا، في مرة من المرات القديس ابو مقار كان بيصلي، فالشيطان قاعد يحسده انه قاعد يصلي قاعد يصلي يصلي يوم كامل، يعني ما زهقش من الصلاه. فالشيطان عمل حاجه انه ولع في السجاده او الحصيره اللي كان واقف فيها. الشيطان قدر يعمل كده. الحقيقه التجربه دي اللي ربنا سمح بيها ان الشيطان يعملها او مقار من مراحم ربنا علينا، عمره ما هيسمح لنا بيها. لان لو حصلت مع واحد ضعيف زينا ممكن ما يصليش تاني، يقول لك انا كل ما بصلي بتحصل لي مشكله فانا مش هصلي تاني. لكن ابو مقار كل اللي عمله انه خرج بره الحصيره دي وعمل مطانيه وكمل صلاه. يبقى عايز اقول لكم بلاج عمل الاول، التجارب يا اما الانسان بيبقى سبب فيها، انسان ساق بسرعه جامده قوي 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 ومخالف كل قواعد المرور وعمل حادثه والحادثه دي جابت له شلل، اقول ربنا ليه سمح لي بالتجربه دي؟ الحقيقه لا، مش ربنا اللي سمح بالتجربه دي، انت اللي عملت كده في نفسك. الحاجة التانية إن ممكن يكون في تجارب وراها عدو الخير. بس إحنا قلنا حاجة تالتة اسمها الامتحان. زي مثلا الآية اللي جت في سفر التكوين إن بيقول وبعد هذه الأحداث، يعني بعد فترة معينة وأحداث معينة، امتحن الرب إبراهيم وقال له هات ابنك وحيدك الذي تحبه. كلمة الامتحان الإلهي بقى لإنسان معين دي مختلفة تماما، غير التجربة. الامتحان معناها إن ربنا، ودي ما اتكررتش كتير في الكتاب المقدس، ده هي مع ابراهيم، يعني ناس قليله قوي، ان ربنا عاوز يورينا درجه ايمانها، فمش هيجيب لنا ويورينا قوه ايمانها الا لما يكون في امتحان صعب
او السؤال صعب يتعرض ليه الانسان ده، وبعدين يبان جوهره ويبان عمق ايمانه زي ما حصل مع ابونا ابراهيم. لكن في قاعدة عشان تطمننا، ان الله لا يدعنا نجرب فوق ما نحتمل، ومع التجربة ايضا يعطي منفذ. يبقى شوية اسئلة نظرية كده بنجاوب عليها قبل ما نخش في موضوع الجزء الاول من موضوع التجربة اللي هنعمله النهاردة في حلقتنا، وهيكون تقريبا كده إجابة على سؤال اسمه لماذا يسمح الله بالتجربة. يبقى الحلقة بتاعت النهاردة عنوانها ليه ربنا بحكمته بالرغم انه بيحبنا والمفروض يحامي علينا ويدافع عننا بيسمح لأولادهم في الحياة اللي هم عايشينها ان هم يتجربوا. ربنا حكمته كبيرة قوي، وفي اسباب كتير قوي بتخليه فعلا يسمح بالتجربة لأولاده. السبب الأولاني من أجل التوبة والنقاء. يعني ربنا يسمح بالتجربة لأن في سبب في حكمته من أجل التوبة والنقاء. لو فتحنا مع بعض العهد القديم وبالتحديد سفر القضاء، هنلاقي قصة بتتكرر مرات كتيرة قوي واخدة السفر من أوله لآخره. السفر ده عبارة عن إيه؟ إن شعب بني إسرائيل بعد ما تملك الارض يتمرد على ربنا ويكسل ويتجوز من الوثنيات ويبعد عن ربنا، فربنا يشيل نعمته او مسندته او قوته عن شعب بني اسرائيل، فالاعداء تقوم عليه فيصرخ اسرائيل الى الرب فيرسل لهم قاضيا. القاضي ده بقى يكون مره شمشون، مره يكون جدعون، مره يكون دبوره، المهم يعني اكتر من قاضي يبعته عشان ينقذ الشعب. يبقى خلي بالكم لما الشعب بعد التجربة جت، لأنه ما خرجوا بره حماية ربنا، وربنا سمح بالتجربة دي فعلا علشان يصرخوا ويرجعوا ويتوبوا. على سبيل المثال في مثل الابن الضال ده، مثل فيه رمزية كتير قوي، لأن الأب الحنين أو الأب الحنين في مثل الابن الضال هو يمثل الله، والابن هو يمثل كل إنسان بعد عن ربنا. طب ما أنت يا رب حنين وأنت علمك غير محدود وبلاهوتك عارف ان ابنك بيشتهي ان يملأ بطنه من خرنوب الخنازير، يعني مش لاقي اكل الخنازير، الخرنوب ده عباره عن خشب، خشب مش لاقي خشب يملأ بيه معدته، طب انت سبته ليه؟ سمحت بالتجربه دي؟ انا سمحت بالتجربه دي علشان يعرف قيمه بيت ابوه ويرجع لي تايب وندمان على اللي عمله تاخده في حضني. يبقى انا في القصد اله طيب، لكن اوقات بسمح بالتجربه لما اولادي دول يبعدوا عني عشان يرجعوا يتوبوا. ونفس القصه مع نينوى، لما انظرتها بهلاكها رجعت وتابت. يبقى انا بسمح بتجربه لانسان علشان يتوب. على سبيل المثال ناس كتيره قوي كانت بتبقى ماشيه غلط وربنا يسمح لها بتجربه المرض، ولما ربنا يسمح لها بتجربه المرض الحقيقه تمر بازمه عنيفه جدا جدا، وفي وسط المرض يحاسب نفسه ويعاتب نفسه ويتأمل في كل حياته اللي فاتت، ويبتدي يوعد ربنا بتوبة، وفعلا تنتهي تجربة المرض أو تستمر تجربة المرض. بس الجميل في الموضوع ده إن الإنسان ده قدم توبة ورجع لربنا. يبقى السبب الأولاني الذي يسمح به الله محب البشر بالتجارب لأولاده من أجل التوبة. وبصراحة ما تزعلوش مني، في ناس نوع مننا ونوعية مننا ما بتجيش إلا بكده، إذا ما كانش يبقى في قرصة أو ما كانش في تجربة ما بيعرفوش يرجع. طب هل في حاجة تانية بتخلي ربنا يسمح لنا، أو في فايدة تانية في تدبير حكمة ربنا إن هو يسمح لنا بالتجارب إحنا ولاده؟ الحقيقة التجربة بتخليني أعرف نفسي على حقيقتي واتضع. فرق كبير قوي يا جماعة بين التعليم النظري والتعليم جوه المعمل، أو التعليم النظري والحياة العملية. أنا عايز أقول إيه؟ هحاول أقرب لكم الفكرة. إحنا كلنا كخدام وكلنا ككهنة اتكلمنا عن الظلم. في فرق ان انا اتكلم عن الظلم وان انا اخش في تجربه تعلمني يعني ايه ظلم. كلنا اتكلمنا عن
ابو مقار القديس البار التقي البتول اللي اتفق مع خطيبته انه ينفصل عنها علشان يعيش لربنا، وبعد ما انفصل عنها تجيله حته التجربه ان انسانه تتبل عليه لانها غلطت مع انسان تاني وكانت حامل، ان هو اللي عمل المشكله دي. انا وعظت الوعظه دي وانا واثق ان كهنه كتير وعظوها وقدام كتير وعظوها. كل ده اتكلمنا عن الظلم وكيف الناس دي احتملت الظلم من اجل محبه المسيح، ولا القديسه مارينا اللي هي اخذت نفسها وعملت نفسها راهب ودخلت الدير، وبعدين في انسان غلط ونفس القصه بتاعت ابو مقر. تصوروا اتهموها وهي سيده ان هي اب رجل وغلط وزنى، وكان في طفل قالوا هو دوت ابن زناك طردوه من الدير عشان يربيه، ولما مات على باب الدير وجم يدفنوه اكتشفوا انه امرأة يعني قديسة احتملت الظلم. كلنا قلنا القصص دي، بس في فرق بانك تقول قصة عن الظلم وانك انت ربنا يسمح لك بتجربة تعرف فيها معنى الظلم ايه. الفرق كبير جدا. لو تجربة بتمر او بتمس السمعة او تجربة بتمس اسرتك، يا تكون انت امين الامانة دي كلها، وبعد ما تكون امين الامانه دي كلها يتقال عليك مثلا انك انسان حرامي او سارق وانت مظلوم، مين يحتمل كده؟ التجربه بتبين الحته دي. معمل، عارفين فرخ الصنفره؟ احنا كلنا من بره مرشوشين ذهب، كلنا بنروح الكنيسه، كلنا لابسين صلبان في صدرنا، كلنا بنصلي، كلنا لنا اباء اعتراف، يعني كل واحد كتب سي في كده هتلاقي كلمة شماس وكلمة خادم وكلمة كاهن وكلمة 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 وكلمة، كلنا من بره شكلنا حلو قوي. لكن لما بيجي تجربة أو بيجي اضطهاد تبتدي الناس تفرز. عارفين التجربة دي عاملة زي إيه؟ عاملة زي مية النار هتنزل على الذهب. الذهب الحقيقي مية النار مش هتاكله، لكن لو كان ده معدن حديد ومرشوش ذهب هيبان، هيبان اللي تحت شكله ايه. اهي التجربة بتعمل كده، بتبين لي على حقيقتي وتعلمني ازاي اتضع. احكي لكم حكاية حكاها لي احد الاباء الكهن. اب كاهن يحكي لي بيقول انه في مرة من المرات كان في قداس، وهو في وسط القداس ده كان بيتأمل في الاية اللي بتقول من اجلك نمات كل النهار، يعني ان عشنا فلرب نعيش وان متنا فلرب نموت. ده وقاعد بقى يتكلم على كلام عالي جدا 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 في محبه ربنا، ان المفروض الانسان يكون مات عشان المسيح اللي مات علشانه. وبعدين بعد الظهر اخذ ابنه وراح في منطقه كده زي سوق جمله بتتباع فيه الفاكهه رخيصه شويه، فراح يشتري ايه؟ بطيخ. فنزل ابنه من العربيه للراجل بتاع البطيخ، فالتاجر بتاع البطيخ جه يدي البطيخه للولد، شاف ان الولد علشان سنه صغير وايديه ضعيفه البطيخه تقع منه على الارض تتكسر. فالبياع متفضلا ومشكورا اخذ البطيخه لغايه العربيه اللي قاعد فيها ابونا، بس ما كانش عارف ان فيها مين؟ اب كاهن. ويظهر منظر الاب الكاهن بلبسه ودقنه والعمه اللي لابسها ما عجبش الراجل ده. فعمل ايه الراجل ده؟ مسك البطيخة، طبعا الشباك بتاع العربية الازاز بتاعها مفتوح، مسك البطيخة وحدفها في حجر ابونا. طبعا سببت له الم لما جت في معدته وفي احشائه، فتعب قوي ابونا. بيقول لي ساعتها ابونا اللي انا قلته الصبح في الوعظة من اجلك نمات النهار، سقطت في الامتحان لما الراجل عمل فيا كده واضطربت من جوه واتضايقت شويه. بعديها بخمس دقايق صليت وشكرت ربنا ان احنا من اجل اسمه ممكن نهان او نتبهدل. لكن في الاول حصل ايه؟ حصل ان انا تعبت واضطربت. معنى كده ان الكلام سهل، لكن التجربه هي اللي بتبين الانسان الحقيقي مسيحي بجد وعايش الفضيله ولا اهو كلام نظري. ودي تاني ميزه من مزايا التجربه، انك تكتشف انك انت انسان غلبان جدا. لان في الاهل العالم بيقولوا كلمه كلكم عارفينها، ايه هي؟ اللي على البر عوام، يعني سهل قوي ان اللي بره ده يقول اللي هو عايزه، اهو كلام. لكن وقت الجد الاحتمال قد ايه؟ والمسيء ده ممكن اطول بالي عليه قد ايه؟ هو ده اللي بيفرق. وعشان كده اعتبروا ان التجربه من مزاياها في حياتنا انها زي المصفى اللي بتصفينا وبيبين كل واحد شكله ايه وتفاعله مع الوصيه شكلها ايه. احنا الوقت سلقنا شويه واخدنا كده نقطتين من فوائد التجارب او لماذا يسمح الله بالتجربه في حياتي.
مرة تانية نرجع لموضوعنا، لماذا يسمح الله بالتجارب لأولاده وهو محب البشر؟ احنا قلنا نقطتين. الدافع الأول لما ربنا يسمح لنا بتجربة بتبقى من أجل توبتنا ونقائنا، والدافع الثاني اللي ربنا بيسمح لنا فيه التجربة إن الإنسان يعرف حقيقة ضعفه ويتضع، لأن الكلام سهل قوي والتنفيذ الحقيقة محتاج جهاد ومحتاج نعمة ربنا تسندنا في جهادنا. طيب ليه ربنا بيسمح بالتجربة كمان؟ التجربة الحقيقة فيها ميزة اسمها ميزة الإحساس بالآخر. يعني إيه الإحساس بالآخر؟ أوقات مهما كانت الناس متألمة مش هحس بيها إلا لما أكون أنا دقت من هذا الألم. مرة من المرات خادم راح لأب كاهن وكانت عنده ظروف صعبة قوي، إحساس بالظلم في الدراسة وامتحان شفوي، يعني الدكتور تعبه فيه قوي، وبعدين كانت عنده ظروف في البيت، مرض أحد أفراد الأسرة فكانت مجمعة معاه. فراح لأب اعترافه مكسور قوي والدموع في عينيه. فأب اعترافه قال له: عارف يا حبيبي أنا مقدر أنت تعبانة قد إيه، بس عايز أقول لك حاجة، أنت النهاردة بس اختبرت ألم المسيح، والنهاردة المسيح حاسس بيك قوي. قال له: المسيح حاسس بيا؟ بجد يا ابونا المسيح حاسس بيا؟ يعني شايفني وحاسس بيا؟ أمال سامح لي بكده ليه؟ قال له: استنى بس، ده المسيح بيقول، الكتاب بيقول على المسيح ايه؟ استألم مجربا يقدر ان يعين المجربين. فالمسيح اتألم وشاف الظلم وشاف التعب وشاف الاضطهاد. انت النهارده يا بختك، انت النهارده دخلت في شركه المسيح والمسيح حاسس بيك 100%. تصوروا اول ما حس الانسان ده او الخادم ده ان المسيح مقدر تعبه ومقدر ضيقه، الحزن والتعب بتاعه تحول لفرح. يبقى الانسان في الالم وفي التجربه لما بيجوز فيها بيحس بالناس. زي ما المسيح حاسس بيا بالامي، انا كمان بحس بالام الاخر لما الانسان ده يكون متالم. يعني اقول لكم مثلا، فرضا انا عمري ما عييت او يعني دور انفلونزا، الناس كلها بتقول ده دور انفلونزا اللي ماشي ده يكسر الانسان وما يقدرش يقوم. فانا دخلت عند واحد عنده انفلونزا فبقول له: ما تبطل دلع بقى، هي الانفلونزا دي تخلي الواحد ينام النوم اللي انت نايمه ده، قوم يا اخي بطل دلع. يمر عليا خمس ست ايام ويجي لي نفس دور الانفلونزا اللي بيكسر العظم وبيكسر ويخلي الواحد ما يعرفش يفتح عينيه واو الى اخره. في اوقات بتبقى دور الانفلونزا شديده قوي قوي. فاول ما بتيجي الانفلونزا دي ليا انا واحس بيها وبعدين اقوم واخف منها، ويقولوا لي ان في واحد عنده انفلونزا لهم سيبوه يريح، الدور ده محتاج راحه. الله، طب ده قبل كده كنت بتقول الناس بتتدلع. بس لما انا مريت بالتجربه ابتديت بحس الناس اللي عندها تجربه. وعشان كده تفتكروا مين اكتر واحد يحس بارمله شابه؟ عارفين مين؟ واحده ارمله تانيه شابه مرت بكل الظروف اللي مرت بيها. وحتى لما الست دي تفتقد الست دي بيبقى كلامها معزي اكتر، لانها مرت بحياتها وحاسه بكل اللي هتمر بيه، وهتقول لها من حياتها ان على قد ما تعبت لكن المسيح عمره ما تخلى عني وعمره ما سابني في يوم محتاجه حاجه. يبقى الانسان لما بيمر بتجربه بيحس قوي قوي بالناس وبيبقى حساس لمشاعرها. مش بالضروري هيقعد يبكي معاهم، لكن على الاقل يقدر يشجعهم لهم يطمنوا. زي ما انا ما مريت بتجربه وربنا ما سابنيش فيها، برضو ربنا يسوع المسيح من حنيه قلبه مش هيسيب حد فيكم. يبقى ادي ميزه رابعه للتجربه او ثالثه للتجربه، ان الانسان لما بيجرب بيحس بالاخر. في حاجه كمان يقولوا كده ان التجربه، وارجوه خلي بالكم من التعبير اللي هقوله، ان التجربه هي مدرسه الصلاه. التجربه مدرسه الصلاه. يعني ايه التجربه مدرسه الصلاه؟ اوقات كتيره قوي يا جماعه بيبقى كلامنا مع ربنا ساتر، وهتجرأ وسامحوني اقول كلمه تانية، اوقات الواحد ما بيبقاش نفسه يصلي او بيصلي لانه روتين
فبيصلي من غير احساس، بيصلي علشان لازم يصلي، ولو ما صلاش ضميره هيتعبه. عارفين اكتر مره الصلاه فيها بتبقى من العمق امتى وطلع من جوه الالم؟ انا اقول لكم امتى، لما الانسان يكون واقع في محنه او تجربه، تلاقي الصلاه اختلفت، فيها دموع، فيها وطنيات، فيها لجاجه، زي المراه الكنعانيه، المسيح بيقول لها مش هديكي حاجه، وما ينصحش خبز البنين نطرحه ونديه للكلاب، قالت له حتى الكلاب بتاكل من الفتات اللي نازل من مائده سيدها، فارجوك اتحنن على بنتي. جابت منين اللجاجه دي؟ جابت منين الصلاه والاصرار ده؟ لانها في محنه، بنتها بتموت، بنتها تعبانه. احنا كده صدقوني صدقوني، اقوى صلوات بتصليها الكنيسه لما الكنيسه تبقى في محنه وتجربه، واقوى صلوات انت بتصليها في مخدعك لما تكون في محنه وتجربه. وعشان كده يقولوا ان التجربه هي مدرسه الصلاه. هديكم مثل صغير، ايه هو المثل ده؟ التلاميذ القديسين ربنا يسوع المسيح الزمهم ان هم يركبوا في مركبه وقال انا هحصلكم. المركبه دي بعد ما مشيت يقول عنها الكتاب المقدس صارت معذبه من الريح والامواج، يعني لا عارفين يرجعوا مطرح ما سابوا ولا عارفين يكملوا للضفه الثانيه، البحر قام، عواصف قام. وفضلت ساعات طويله جدا وكان المسيح ينظرهم من بعيد. طب ما انت عارف وتقدر، ده انت بكلمة واحدة ممكن تلجم البحر وتسكته وتقول الأمواج تهدى فتهدى، مين ده اللي يقدر يعصى أمرك وانت خالق الكون؟ في حاجة عجيبة قوي، ربنا يسوع المسيح سابهم، سابهم معذبين طول الليل طول الليل. وفي الهزيع الرابع، هم مشوا في الهزيع الأول يعني عند الغروب كده، الهزيع الرابع يعني قبل الشروق، يعني ساعات طويلة، ست ساعات، ثمان ساعات، تسع ساعات، المسيح سايبهم معذبين. كانت أكتر مرة صرخ فيها التلاميذ من عمق قلوبهم، طلبوا بقى كل ربنا وطلبوا بقى المعجزات وطلبوا المسيح إن يجي لهم، كان من جواهم لأن كانوا في محنة. لو سألناهم أكتر مرة صليتوا فيها في حياتكم من عمق قلبكم إمتى؟ هيقولوا الليلة اللي سابنا فيها المسيح في وسط البحر الهايج. البحر الهايج يعلمنا الصلاة، التجربة الشديدة تعلمنا الصلاة. وعلشان كده بتبقى حكمة ربنا إن عاوزك يحسسك بمعنى الصلاة فيسمح لك بتجربة تكون شديدة شوية فتصرخ فيها أكتر. النقطة الأخيرة، ليه يا رب أنت بتسمح لنا بالتجربة؟ هيقول أنا أوقات بسمح ليك بالتجربة علشان حاجة مهمة قوي، تختبر وجودي معاك في هذه التجربة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مرة الأقباط في تاريخهم مروا بتجربة صعبة قوي وكلكم عارفينها وقلناها كتير فمش هكررها، بس لو الجبل ما اتنقلش ما هيبقاش في قبطي حي في مصر. تجربة صعبة قوي، لكن اتعلمنا فيها الصلاة وتعلمنا فيها الصوم، وشفنا كمان فيها ايد ربنا ان الجبل ده اللي مستحيل يتحرك كان بيتحرك ويعلى وينزل مرة تانية. شفنا ايه؟ شفنا ايد ربنا. الثلاثة فتية في اتون النار اتحدثوا في النار وهم بيصلوا، والناس اللي حدفتهم من قوة النار هم نفسهم اتحرقوا، لكن دول لما نزلوا تحت ايه اللي حصل؟ كان المسيح معاهم، شافوا المسيح في وسط الضيقه، ولما المسيح في وسط الضيقه يبان الضيقه ما بتبقاش ضيقه. وعشان كده القديس الانبا بولا قال كلمه واحده كلنا حافظينها، ان الذي يهرب من الضيقه او الذي يهرب من التجربه انما يهرب من الله، لانك اكتر مكان هتلاقي فيه ربنا وتحس فيه بربنا بجد هو وقت الضيقه. ربنا هيشيلك، هيشيلك، اتاخر شويه ما تاخرش شويه هيجي ويشيلك، ودي حاجه حلوه قوي. افتكر السيده مره من السيدات البسيطه قوي قوي قوي، يعني انسانه غلبانه وعلى قدها وساكنه في اوضه فوق السطوح. السيده دي مره حكيت لي قصه الحقيقه كانت روعه. الست دي كل اولادها سايبينها وهي عايشه لوحدها في اوضه فوق السطوح، وحوالي الساعه 2 3 صباحا جات لها كريزة او حالة او مرض، يعني مغص كلوي. والمغص الكلوي من انواع المغص المؤلم جدا جدا. والست دي فضلت ما عندهاش تليفون حتى في الاوضه اللي فوق السطوح، تصبح حد من اولادها.
لانها كانت رقيقة الحال من الناحية المادية. فضلت تبكي وتستنجد بالمسيح، فضلت ساعة تبكي من الألم، وفي آخر ألم وهي على سريرها بتبص في السقف كده، الحقيقة لقت صورة المسيح على السقف مجسدة بألوان جميلة جدا جدا وبيبتسم لها. وأول ما ابتسم ليها انتهت قصة الألم وانتهى كل حاجة وراح الألم. انتهت من قصة المغص الكلوي، لكن اتبقت قصة تحكيها لكل الناس انها شافت المسيح في وسط الألم. ودي برضو من بركات التجربة، او من الاسباب اللي يسمح بيها الله بالتجربة لأولاده. عاوز انهي بقول قالوا ابونا بشوي كامل، قال انا التجارب والألام ما هي الا جراحات تجميل يجريها الله الطبيب الماهر لأولاده علشان يكونوا اكثر جمالا بعد مرور التجربة. ربنا يدينا نعمة وبركة، ورح نكون حاولنا النهاردة نجاوب على السؤال لماذا يسمح الله بالتجربة. طبعا التجارب بتبقى صعبة زي ما قلت لكم، الكلام سهل، لكن ربنا قادر ان يعين في التجربة. والحلقة الجاية بنعمة ربنا هيكون عنوانها ماذا افعل وقت التجربة الشديدة. ربنا يديني ويديكم، لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد، آمين.